لسه بدري يا شهر الصيام. اهلا بكم في اخر حلقه من رمضان تريندينج الموسم الثالث. وقبل ما نقول لكم ايه اكتر مسلسلات الناس اتفرجت عليها في التوب 5، هنكشف شويه كواليس كده، زي مثلا ليه زينه مش عايزه تمثل تاني مع محمد سامي بعد جعفر العمده اللي حوارات كتير جامد، ومفاجاه خطيره عن المداح الحقيقي واللي كشف لنا عنها واحد من اهم نجوم المسلسل. وكمان الفنانه دنيا المصري هتكلمنا عن كواليس مشهد الرقصه العظيم في مسلسل ضرب نار، وحقيقه خروج مسلسل توحى لعلا غانم من سباق رمضان بسبب جزء. والنجمة إيمان العاصي اللي قلبت الدنيا في جعفر العمدة وفاجئتنا بالمسلسلات اللي بتتفرج عليها في رمضان، كلمتنا كمان عن دور دلال اللي بالتأكيد عمل نقلة فنية في مسيرته. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول، مفيش وقت للتفسير، ونبدأ بفقرة تريندينج نيوز. أول خبر معانا في تريندينج نيوز هو تصريح النجمة زينة إنها مش هتشتغل تاني مع المخرج محمد سامي، اللي كان واضح من تصريحاته بعدها إنه متفاجئ من رد فعلها. محمد سامي في البداية قال أنا مش عارف ليه هي قالت كده، وبعدين هي حرة، وبعدين رجع خبط في زينة تاني وقال إن طريقة شغله ما ناسبتش قدراتها أو موهبتها التمثيلية، وإنه متعب في شغله وبيحب الناس تذاكر زيادة وتحضر في مواعيدها، فجايز ده كان مضطر. وتقريبا كده سامي شاف حلقة حبر سري كلها وخد باله من كلام نيلي كريم عن مواعيد زينة. بس خلونا نشوف الموضوع من بداية. زينة من بداية رمضان وهي ما بتتكلمش عن المسلسل على السوشيال ميديا بتاعتها، وقلنا لكم هنا في رمضان تريندينج إن في مشكلة بينها وبين محمد سامي، ومحمد رمضان اتدخل لكنه ما قدرش يحلها. المشكلة ليها أكتر من سبب. أولا زينة وافقت على المسلسل على أمل إن دورها يكبر أو يتبروز أكتر، لأنها نجمة وبتعمل بطولة على طول، وكمان المخرج هو المؤلف فالعشم كان بزيادة حبتين. لكن زينة مش بس دورها كان عادي، لا ده كمان اتشالت مشاهد منه. غير إن طبعا زينة حست نفسها غريبة عن الأجواء وما حبتش طريقة الشغل مع محمد سامي، واللي بين ده كلام سامي نفسه عنها قبل ما الخلاف يطلع للإعلام، لما قال زينة ممثلة شاطرة وعملت دورها زي ما مطلوب منها وشكرا على كده. نروح لعصام السقا اللي كمل مسيرة نجوم جعفر العمدة في حرق الأحداث، وقال قبل الحلقة 28 إنه هيبقى في رد فعل على خيانة وداد وهيبان نعيم جدع ولا مش جدع. يا جدع ده غير الفنان طارق النهري اللي قال النهاية هيحصل فيها إيه. عامة رمضان خلص خلاص، ومحمد سامي ريحنا من كم التصريحات دي وقال خلاص يا إخوانا فضيناها سيرة، مفيش جزء تاني من جعفر العمدة. كمان شيرين عبد الوهاب هترجع لسوق الحفلات مرة تانية بحفلة لدبي في يوم 28 أبريل، وسعر التذكرة هيوصل لـ 2.5 درهم يعني 21000 جنيه. ونختم الفقرة بواحد من ألطف الحاجات اللي حصلت في رمضان السنه دي، وهي ظهور كايلا رامي رضوان بنت النجمة دنيا سمير غانم وحفيدة الفنان سمير غانم في مسلسل جت سليمة. ظهور كايلا عمل حالة من البهجة على السوشيال ميديا وبيأكد ان الجينات الفنية شكلها كده بتتنقل وبتمد لسبع جد. ودلوقتي يلا نشوف النجوم قالوا لنا ايه في ستار توك. مسلسل المداح للموسم الثالث على التوالي بيكسر الدنيا ويكمل نجاحه، لكن هل شخصية صابر المداح حقيقية فعلا؟ والفنانين بيروحوا له؟ في مفاجأة كلمنا عنها تامر شلتوت، تعالوا نشوف قال لنا ايه. شخصية حقيقية وشفتها في الحقيقة. شفتها فين؟ شفتها في بنها. نزلت مرة في إحدى البرامج كنت بقدمها لما نزل مجموعة من شيوخ المنطقة وأئمة الجوامع عشان يطهروا المقابر من الاسحار المرميه. وكان منهم احدى الشيوخ كان ماشي معاهم ويقول لهم هنا في سحر وهنا في سحر، ويحفروا ويلاقوا سحر مرمي، وطلعوا كميه اسحار مرميه في المقابر فوق ما تتخيل على فكره. فصابر المداح ده موجود في كل منطقه، بس صابر المداح ده ليه اطار معين. اصل احنا هنا في شيخ بيعالج لوجه الله بكتاب الله بالرقيه الشرعيه بكل المفردات الموجوده، وفي واحد تاني الناحيه التانيه دجال و بيعيش بقى هديك اسود بريشه صفراء، وفي بقى ناس تانية الناحيه التانية، بس ده انا شفتهم وده موجود. سمعنا عن احدى الشيوخ في احدى المحافظات، اه للاسف يعني في بعض النجوم بيروحوا مؤمنين ان هو ليه دور. النجمه ايمان العاصي فاجئتنا وصدمتنا كلنا في دور دلال في مسلسل جعفر العمده اللي اكيد كان نقطه تحول في مسيرتها الفنيه. في حوار مع موقع صدى البلد ايمان العاصي قالت ان دور دلال كان صعب ومحتاج مذاكره وتحضير كتير. وقالت كمان إيمان العاصي المخرج محمد سامي إداها مفتاح الشخصية وكان السبب الرئيسي في تألقها. كمان اتكلمت عن العمل مع محمد رمضان ووصفته بأنه شخص جدع على المستوى الشخصي، وإنها طبعا مبسوطة بنجاح المسلسل وخاصة دورها وتفاعله الناس معاه. كمان إيمان العاصي قالت لنا إن في شهر رمضان كانت بتتابع خمس مسلسلات بانتظام، وهم المداح ورسالة الإمام والأجهر وكامل العدد، وفي النص الثاني تابعت تحت الوصاية. دنيا المصري ولعت الدنيا في رمضان بدورها في مسلسل ضرب نار،
وخصوصا مشهد الرقصه مع النجم احمد العوضي. دنيا كلمتنا عن الدور وكواليس المشهد، وكمان كشفت لنا سر خروج مسلسل توحى لعلا غانم من استباء رمضان. حاسه ان الدور صغير جدا وانا مشبعتش، يعني عايزه اعمل حاجات، عايزه لا المشهد ده لا محتاجه مشهد تاني علشان احس اني عملت حاجه. فقال لي صدقيني ان الدور ده اللي انت بتقولي عليه صغير هو الدور ده هيعمل بوم. ففعلا يعني من اول حلقتين ولا حاجه ظهرت فيهم مع اول حلقه تقريبا وانا ببيع الكبده والحاجات دي، فحسيت ان عمل صدى مع الناس علشان الناس بتحب عوضي مع ياسمين، فمش قابلين ان حد يخش بينهم ايا كان حتى لو تمثيل. شفتي الحاجات اللي كانت بتنزلها؟ انا كنت مرعوبه يا ماما، يعني هعمل ايه؟ طيب يا جماعه تمثيل بس كويس. انا مبسوطه ان هم صدقوني على فكره، يعني صدقوا ان نوسة فعلا حبت جابر وكانت في البدايه تقريبا الناس ما كانتش فاهمه قوي ان ايه ده جابر ممكن على فكره يحبها ويتجوزها والتانية متجوزه، فالدنيا اتعكت فاهمه. فاللي هو الناس كانت اللي هو كانوا بيقولوا دايما ان ايه ده لا ارجع لسيد موسى وارجع بتاع. بعد كده على فكره لما حبوا نوسى انا حسيت ان لما شافوا في مشهدين كده عيطت فيهم لجابر حسيت ان الناس بقت معايا قوي، يعني حبت نوسى يعني لا. فاتبسطت يعني قلت انا اللي اخترت حسن الاسمر، انا بحب حسن الاسمر قوي. وقعدنا نفكر ان انا مش عايزه برضو حاجه، انا عايزه حاجه لحسن الاسمر الناس بجد ترجع تاني تسمعه لان انا من عشاقه وانا بحبه قوي. فاخترت حاجه تبقى ومزيكته حلوه قوي وناعمه، فاخترت حاجه ما يبقاش فيها يعني مش عايزه انا مهرجانات وكده، انا عايزه حاجه تبقى ناعمه يعني وشعبي في نفس الوقت عشان المسلسل وكده بس. ودلوقتي خلينا نلم الورق ونشوف النتيجة النهائية وإيه أنجح 5 مسلسلات في رمضان 2023 في فقرة توب 5. موسم رمضان السنة دي كان مليان مسلسلات متنوعة لكل الأذواق، وكالعادة في مسلسلات فرضت كلمتها وفي مسلسلات أكيد اتظلمت وهتاخد حقها بعد رمضان. لكن يا ترى إيه أكتر 5 مسلسلات اتشافت السنة دي في رمضان، وده من خلال مؤشرات البحث وتطبيقات المشاهدة. خلينا نبدأ بالمركز الخامس في رمضان وهو الأجهر، بطولة عمرو سعد ودرة وأحمد صفوت. وقدر عمرو سعد سنة ورا التانية يحفظ لنفسه جمهوره في الدراما بالتيمة الشعبية اللي مسيطرة السنة دي في رمضان وكل رمضان. اما رابع انجح مسلسل في رمضان 2023 كان مسلسل ضرب نار، بطوله ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي والنجم ماجد المصري. وفي المركز الثالث مسلسل المداح الجزء الثالث، بطوله حماده هلال، اللي زي ما قلنا بيواصل نجاحه سنه بعد سنه، الناس اتعلقت بيه وبالعالم بتاع صابر المداح وربنا يحفظنا. اما المركز الثاني بتيجي النجمه منى زكي اللي قلبت موازين موسم رمضان بمسلسل تحت الوصايه اللي ممكن تديله العلامه الكامله من اول الموضوع وكتابته تمثيل والإخراج. وفي رمضان 2023 بيعود محمد رمضان الشهير بنمبر 1 الى نمبر 1 ويحتل عن جدارة قائمة انجح مسلسلات الموسم بجعفر العمدة اللي جننا باحداثه ومفاجاته وبحرق احداثه ومفاجاته. ودي كانت المسلسلات اللي سيطرت على المشاهدات في رمضان السنة دي. طبعا في مسلسلات نفست بقوة زي الكبير وحرب وبابا المجال ورسالة الامام. وهنا تكون خلصت اخر حلقة لينا من رمضان تريندينج، ونتمنى تكونوا استمتعتوا معانا واستنونا حلقات جديدة. وكل سنة وانتم طيبين.